السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج حديث الصحافة. نطوف بكم في أروقة الصحافة المحلية والصحافة العربية وأبرز مقالات الرأي والتحليل، إضافة إلى أهم ما ورد في مواقع التواصل الاجتماعي في الفيسبوك وتويتر. نبدأ حلقتنا بعناوين المواقع الإلكترونية المحلية، والبداية من المصدر أونلاين. المصدر أونلاين: في لقاء هو الأول منذ توقيع اتفاق الرياض، الرئيس يؤكد لغريفيث حرصه على السلام بعيدا عن ترحيل الأزمات. رزاز: أحزاب تعز توقع على وثيقة تنص على معالجة اختلالات الجيش والأمن وملفات المحفيين والمقابر الجماعية. الرئيس هادي: إقليم سبا وحضرموت أصبح واقعا يتجسد على الأرض. يونسيف: اليمن لا تزال ضمن أسوأ البلدان للأطفال في العالم. إتلاف أكثر من 6000 لوم زرعتها ميليشيا الحوثي في المخا والفوقة. الخارجية تدين تسليم إيران المقر الدبلوماسية اليمنية لميليشيا الحوثي. وزير دفاعها توجه إلى السعودية: كوريا الجنوبية ترسل مدمرة حربية إلى المياه الإقليمية اليمنية بعد احتجاز الحوثيين لسفينتين كوريتين. أطباء بلا حدود تعيد افتتاح مشفاها في المخا بعد نحو أسبوعين من تعرضه لحريق جراء هجوم حوثي. مربرس: إيران تسلم قيادة حوثي المقر الدبلوماسية اليمنية في طهران، والخارجية اليمنية تخرج عن صمتها. مسؤول بارز في الحكومة الشرعية يدعو حزبي الإصلاح والمؤتمر لمبدأ الفرقة والانقسام والتوحد لمواجهة الحوثي. تحركات سعودية ودعم عسكري بعد وصول قائد اللواء أول حماية رئاسية، حمولات عملاقة تفرغها طائرات سعودية في عدن. تصعيد إيراني جديد ضد الشرعية، والخارجية اليمنية تصدر بيانا تحذيريا. اجتماع بمأرب يناقش آلية تصحيح الاختلالات في كشوفات الراتب والازدواج الوظيفي. مسؤول حكومي يتحدث عن انطلاقة جديدة لتفعيل مؤسسات الدولة وتقديم الخدمات للمواطنين. الصحوة نت: الصحة العالمية، 70,000 يمني قتلوا وأصيبوا جراء الحرب. مقتل شخصين برصاص الفوضى الأمنية في إب. الجيش يكسر هجوما غرب تعز، والميليشيا تصفي قياديا لها في جبهة الشقب. اليونسيف: اليمن لا تزال ضمن أسوأ البلدان للأطفال في العالم. إتلاف 6,000 لوم من حوثي في مديريتي المخا والخوفة. الرئيس هادي لغريفيث: حريصون على سلام مستدام بعيدا عن الحلول الترفيعية. مارب تستقبل فريقين طبيين بريطاني وأمريكي. إيران تسلم مندوب حوثي المقر الدبلوماسية اليمنية في طهران، والخارجية تندد. رئيس الجمهورية: إقليم سبأ أصبح واقع يتجسد على الأرض، وعهد الإقصاء انتهى دون رجعة. مجلس الوزراء السعودي يستنكر خطف قاطرة بحرية من قبل الميليشيا المدعومة من إيران. العاصمة أونلاين: رابطة الأمهات تطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين والمخفيين قسرا بعدن. حليف الأنظمة الطائفية يجتاح إيران ويرعب ميليشيا صنعاء. تهديد خطير للملاحة الدولية، السعودية تستنكر اختطاف الحوثيين سفينتها في البحر الأحمر. يمن مونيتور: كوريا الجنوبية تعلن إرسال مدمرة كانج كام تشان إلى مكان حدث اختطاف الحوثيين لسفينة تابعة لها في البحر الأحمر. منتخب اليمن يتجرع الخسارة أمام سنغافورة في التصفيات الأسيوية. يريح في أمل البناء على زخم اتفاق الرياض لاستئناف العملية السياسية في اليمن. الرئيس هادي: إقليم سبأ أصبح واقعا يتجسد على الأرض، كما هو الحال في إقليم حضرموت. نجم منتخب اليمن عمر الداحي يفوز بالتصويت لأفضل لاعب في آسيا. القوات الحكومية تحبط هجوما واسعا للحوثيين في الحديدة غرب اليمن. وكالة سبأ: رئيس الجمهورية: إقليم سبأ أصبح واقع يتجسد على الأرض، كما هو الحال في إقليم حضرموت. رئيس الجمهورية يستقبل المبعوث الأممي إلى اليمن. الخارجية تدين اعتراف إيران بالميليشيات وتسليم ممثلها المقر الدبلوماسية التابعة لليمن. وفي محافظة مأرب يلتقي فريقين طبيين بريطاني وأمريكي. لجنة التحقيق الوطنية تلتقي الأجهزة الأمنية والضبطية والسلطة القضائية في سقطرى. إتلاف أكثر من 6,000 لغم زرعتها ميليشيا الحوثي في المخا والفوقة. سهيل نت: الرئيس يلتقي غريفيث ويؤكد الحرص على السلام بعيدا عن ترحيل الأزمات. مباحثات يمنية سعودية حول الاحتياجات العاجلة للعاصمة المؤقتة. رئيس برلمان مصر يبدي استعداده لحضور أولى جلسات البرلمان اليمني بعدن. اليمن تستنكر تسليم مقرها الدبلوماسية في طهران لميليشيا الحوثي. قتلان في إب وسط فوضى بالمحافظة الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين. إلى الصحافة العربية، والبداية من موقع العربينت. العربية نت: اليمن يدين تسليم إيران مقره الدبلوماسية للحوثيين. غريفيث: توقيع اتفاق الرياض خطوة مهمة لاستقرار اليمن. الشرق الأوسط: اليمن يدين تسليم طهران مقرته الدبلوماسية لجماعة الحوثيين. عمليات تمشيط جوية واسعة في صعدة وإفشال هجوم حوثي في تعز.
صناديق التبرعات الحوثية تقتحم متاجر صنعاء بالقوة. السعودية: الميليشيات الحوثية تمثل خطرا حقيقيا وتهديدا للمياه البحرية. حمالة الأطفال في اليمن واجع آخر. عكاظ السعودية: الحوثي يستفز القبائل ويؤجج الثرات. وكالة الأناضول: يونسيف أكثر من 12 مليون طفل يمني بحاجة لمساعدة عاجلة. أطباء بلا حدود تستأنف عملها في المخابر اليمنية. وفي يوم الطفل العالمي كتب مدير مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة فهمي الزبيري عن كيف يحتفل أطفال العالم بيوم الطفولة بينما أطفال اليمن يرزحون تحت إرهاب وانتهاكات وجرائم ميليشيا التمرد الحوثية. العالم يحتفل باليوم العالمي للطفل، وأكثر من 6000 طفل ما زالوا في جبهات القتال في انتهاك صارخ لكل المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تجرم استخدام الأطفال في النزاعات المسلحة، سواء القتال المباشر أو في عمليات الإمداد أو أي استخدام عسكري يعرضه للخطر. يحتفل العالم باليوم العالمي للطفل وأطفال اليمن تحصدهم الألغام التي زرعتها الميليشيات في كل تراب وصلوا إليه. العشرات قتلوا بالألغام الحوثية أثناء لعبهم، وهناك المئات من مقتول الأطراف ومن يعانون من إعاقات دائمة بسبب الحقد الميليشياوي. ما يجري في العاصمة صنعاء والمناطق التي تخضع لسيطرة الانقلاب الحوثي بشكل عام عملية تجريف واسعة في كل مؤسسات الدولة وخاصة المؤسسات التعليمية التي تسعى الميليشيات الحوثية في استهداف أطفال اليمن. مئات الآلاف من الطلاب خارج أسوار المدارس، والآلاف يحملون السلاح في جبهات القتال وهم دون السن القانونية. المعلمون يعيشون معاناة صعبة بسبب انقطاع مرتباتهم منذ 3 سنوات لتدمير التعليم واغتيال مستقبل أطفال اليمن. المنهج الدراسي تعرض لأكبر عملية تحريف وتغيير طائفي سلالي. استبدلت الجماعة الحوثية النشيد الوطني في المدارس التعليمية بالصرخة الخمينية، والشعارات الوطنية الجمهورية بترديد قسم الولاء في طابور كل صباح. وشكلت الجماعة فريقا مواليا لها يعمل على تغيير المناهج التعليمية بما يخدم أفكار الجماعة التي تمزق النسيج الاجتماعي ويغسل عقول الطلاب والنش بالأفكار السلالية التي تدعو إلى الطائفية والعنصرية وترسخ في أذهان الجيل الحق الإلهي الحصري للحوثيين في الحكم. دابت ميليشيات الحوثيين على ممارسة انتهاكات غير مسبوقة منذ احتلال العاصمة اليمنية صنعاء والانقلاب على السلطة الشرعية في البلاد، ومنها اقتحام المؤسسات التعليمية والصحية واستبدال الكفاءات لغرض فرض أفكارها ومعتقداتها الطائفية والتي تؤثر بشكل مباشر على الأطفال ومستقبلهم. يظل تجنيد الأطفال من طلاب المدارس هو الهدف الأول التي تسعى إليه الميليشيات من خلال تقويض المؤسسات التعليمية والاستيلاء عليها بشكل كامل. فقد أعلن القيادي الحوثي حسن زيد وزير الشباب والرياضة في حكومة الميليشيات الانقلابية بشكل صريح وواضح بإيقاف التعليم وضرورة إرسال الطلاب ومعلمهم إلى الجبهات، وقال: أوقفوا الدراسة وأرسلوا الطلاب والمعلمين لجبهات القتال، وإن هذا العمل سيرفد جبهات القتال بمئات الآلاف. تقوم الميليشيات الحوثية بنهب المساعدات الغذائية بحسب شهادات وتصريحات برنامج الغذاء العالمي ومنظمات دولية أخرى كان له الأثر في ارتفاع مؤشرات الأمن الغذائي للأطفال، إضافة إلى نهب الأدوية والمحاليل الخاصة بالمستشفيات والمقدمة من المنظمات الدولية. وتشير الإحصائيات إلى ارتفاع في حالات الإصابة بالكوليرا والأمراض المعدية في العاصمة صنعاء في ظل عجز الكثير من الآباء والأمهات عن معالجة أطفالهم في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية، وسط غلاء فاحش وارتفاع أسعار الأدوية والمستلزمات في المستشفيات والصيدليات الخاصة نتيجة التعسفات والإتاوات والمبالغ المهولة التي تفرضها الميليشيات عليها والتي تسبب معاناة للمواطنين ولا سيما الأطفال. تمر العملية التعليمية في العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة للحوثيين بأسوأ مراحلها بفعل استمرار انقلاب ميليشيا الحوثي ومارساتهم التعسفية بحق مدراء المدارس والمعلمين، بالإضافة إلى حوثنة العملية التعليمية وتجنيد طلبة المدارس والتدخل في محتوى المناهج الدراسية مما أدى إلى تسرب عشرات الآلاف من الطلاب من فصول الدراسة. منذ انقلاب الميليشيات الحوثية على الشرعية وسيطرتها على مؤسسات الدولة بقوة السلاح في 21 سبتمبر 2014 اتخذت الميليشيات عدة إجراءات في سبيل تغيير المناهج الدراسية لطمس الهوية الوطنية وتحريف المناهج التعليمية وصبغها بالأفكار الطائفية الموالية لهم. وقامت الميليشيات بإدخال مواد تعليمية طائفية ضمن مقررات الرياضيات والعلوم في الصفوف الأولى، إضافة إلى تغيير مناهج التربية الإسلامية والسيرة واللغة والتاريخ في الفصول الدراسية المختلفة. وعملت ميليشيا الحوثية على إدراج أفكارها الطائفية في المناهج الدراسية لطلاب المدارس بصنعاء والمناطق التي تسيطر عليها، وهو ما يهدد عقيدة وقيم الأجيال القادمة وينسف مستقبل السلم والتعايش المجتمعي. الكاتب والصحفي نبيل سبيع كتب مقالا في موقع سهيل نت عن الحوثي وخامنئي، علاقة العبودية والعمالة.
عبد الملك الحوثي: أدعو شعوب أمتنا إلى أخذ الحيطة والحذر في التعامل مع مشاكلها بما لا يحدث ثغرة للأعداء كما يحدث في العراق ولبنان. عبد الملك الحوثي ينضم إلى علي خامنئي في اتهام ثورتي الشعبين العراقي واللبناني بأنهما تخدمان أعداء الأمة، وهذا الموقف الحوثي لا يمثل اليمن ولا الشعب اليمني بل يمثل إيران ونظام الملل فيها. خامنئي يدافع عن عملائه في العراق ولبنان واليمن، وعملائه في اليمن ولبنان والعراق ينفذون أجهزته في بلدانهم ويرددون كل ما يقوله من اتهاماته السخيفة لشعوبهم بأنهم عملاء لأمريكا وإسرائيل وأعداء الأمة. لكن خامنئي وأذنابه في العراق ولبنان واليمن لم يتركوا في الواقع فرصة لأمريكا وإسرائيل في معاداة العراق ولبنان واليمن وإلحاق الأذى بشعوبها، فهم ألد أعداء العراق ولبنان واليمن، وهم أكثر من يلحق الأذى بالعراقيين واللبنانيين واليمنيين. عن الاحتياجات التي تجتاح إيران ومدنها ومحافظاتها، وعن ثورة العراقيين ضد أدوات إيران وثورة اللبنانيين ضد عملاء إيران، كتب الدكتور محمد جميح عن الاحتجاجات التي تثير الرعب في أوساط ميليشيا التمرد والإرهاب الحوثية من أن يطالهم الدور عقب العراق ولبنان. في الوقت الذي يتطلع فيه مرتزقة إيران الحوثيون في اليمن إلى نسخ تجربة ولاية الفقيه بشكل أو بآخر في بلادنا، يحرق الإيرانيون صورة الولي الفقيه خامنئي ويحذفون الموت للديكتاتور. أصنام إيران رموز الكهنوت الديني تتساقط في العراق ولبنان وفي إيران نفسها وستسقط في مهد العرب الأول. يحرق الإيرانيون صور خامنئي الذي قال أحد تلاميذه إن الملائكة تسجد له وإنه يتواصل مع الله عن طريق الإمام الغائب. هو بل يسقط في إيران، وكلما أحرقت صورة للصنم تحسس الحوثي رقبته بصنعاء، جاء الحق وزهق الباطل. شعب عمر الخيام حق والعمامة باطل، شعب نشوان الحميري حق والحوثي باطل الأباطيل. حركة الوعي اليوم لدى الشباب العربي تنتقل للداخل الإيراني. جمع كهنة إيران كل أساطير فارس القديمة وخرافات الشعبويين والشعوبيين ثم صدروها باسم ثورة إسلامية، غير أن وعي الشعوب العربية في العراق ولبنان عاد تصدير الثورة الحقيقية إلى إيران. لا تقلقوا كثيرا من استغلال الحوثي لخلافات الشرعية، لا تقلقوا من لعبه على التناقضات المجتمعية. ثورة الوعي التي يقودها أبناء العراق ولبنان تعدت حدودها إلى قلعة الكهنوت العالمي، واليوم ينزل ملايين الإيرانيين في أكثر من 100 مدينة إيرانية يحطمون رأس الصنم ويحرقون صورته ويهتفون الموت للديكتاتور. رأس الأفعى في طهران، أما الحوثي فليس أكثر من قفاز قذر لديه العمامة السوداء المظلمة. تستعجلون بالطبع، تيأسون ربما، لكن ثائرا عظيما تحدى الإمام الكاهن أحمد حميد الدين وهو يسوقه للمقصلة بعد فشل محاولته الثورية، وقال: حبلناها وستلد وسترون. وزير الثقافة الأسبق الأستاذ خالد الرويشان كتب عن ثورات الشعوب ضد الطائفية وأدوات إيران الفاجرة: إيران بعد لبنان والعراق. ليست صدفة أن تنفجر التورمات الثلاث على التوالي، لبنان والعراق وإيران. العمائم السوداء تحترق، والحكم الطائفي المذهبي الديني على صفيح ساخن في المنطقة، وإذا لم يحترق اليوم فسيحترق غدا. مقتضيات العصر ستجرف رمم التاريخ وغباره ومستنقعاته. أقدم حضارات الدنيا كانت هنا، وأسوأ حكام في عالمنا اليوم يحكمون هنا أيضا. يا للمفارقة. إصابات طائفية تحكم شعوبا عظيمة، معادلة لا يمكن أن تستمر. رحل الحاكم الفرد فحلت محله العصابة الطائفية الحاكمة، ولذلك تنفجر الشوارع مثل بركان عصف، تنفجر بلا طائفة وبلا زعماء وبلا أحزاب. شعوب أصابها القرف من كل شيء فاندفعت مثل حمم ملتهبة. 1600 جريح خلال أيام في شوارع طهران وشيراز فقط. الطائفية والفساد تزلزلان المنطقة، والعمائم السوداء تحترق. أما اليمن فيحترق منذ سنوات ويتم تقسيمه بفعل كل ذلك، بفعل عمائم الإمامة الطائفية المذهبية والفساد الناهب والزعماء الخائنين والنخب الخائبة. الزلزال قادم ودخان البركان يتصاعد. وزير الإعلام الأستاذ معمر الإرياني كتب سلسلة تغريدات على حسابه في تويتر عن ضرورة تلاحم الصف الوطني وخاصة المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح. المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح،
الحزبين الكبيرين جناحي اليمن، خلافهم قاد البلد من أزمة لأخرى وساعد على ازدهار المشاريع الصغيرة، ومنها الميليشيا الحوثية التي ما كان لها الانتقال من كهف مران للسيطرة على العاصمة صنعاء لولا استثمارها وتغذيتها هذا الصراع. لا أوجه الدعوة هنا لقيادات التنظيمين فقط، إنها دعوة لكافة القوى الوطنية والأحزاب والقيادات الوسطى وقطاع الشباب لإطلاق حوارات وإدراك أن عدونا الحقيقي هي إيران وأداتها الحوثية، وأنهم المستفيد الوحيد من حالة الانقسام التي سعت بكل قوة لفرضها وتكريس مشاعر الحقد والكراهية بين اليمنيين. إن البلد لن يستعيد أمنه واستقراره إلا بتجاوز الخلافات وطي صفحة الماضي بكل أحقاده وتراكماته، والانطلاق نحو مرحلة جديدة من الشراكة الحقيقية والعمل المشترك تحت مظلة الشرعية الدستورية بقيادة الرئيس عبد الرب منصور هادي، على قاعدة أن لا أحد يستطيع إلغاء الآخر وأن اليمن يتسع للجميع. وجه دعوة خاصة للشباب، فهم عنيين أكثر من غيرهم بالمستقبل كونهم متخففين من الخصومات، وفرص انتقاؤهم أكثر من غيرهم لتجاوز خلافات الماضي والتسامي على الجراح وتوحيد الجهود نحو معركة استعادة الدولة، مع الاحتفاظ بكل الاحترام والتقدير للقيادات التاريخية لكل الأحزاب الوطنية. السفير علي أحمد العمراني كتب تغريدة على حسابه في تويتر تعليقا عن تسليم إيران لمقرات الجمهورية اليمنية الدبلوماسية لميليشيا الحوثي، مؤكدا أن هذا حال أن هذه هي حالة من العداء المتجذر لدى إيران لليمن جمهورية وهوية وعقيدة. يؤكد الحوثيون أن إيران لا تدعمهم، ويدعون أنهم حركة وطنية مستقلة وأنهم ليسوا تابعين لإيران، وها هي إيران تخالف كل الأعراف والقوانين الدولية وتعترف بممثل الحوثيين وتسلمهم المقر الدبلوماسية اليمنية. أي عداء إيراني تجاه اليمن أكبر من هذا؟ وأي تبعية حوثية أوضح من هذا؟ الدكتور محمد جيزان كتب تغريدة على حسابه في تويتر يتساءل عن السفن الكورية التي اختطفها الحوثيون. ماذا تحمل السفن الكورية التي قيل أن الحوثي اختطفهم بالبحر الأحمر؟ هل بترول أم أسلحة متطورة زودت بها الميليشيات؟ كيف تمكنت زوارق الحوثي البسيطة من الاستيلاء عليهم وصادرت حمولتهم؟ أين قوات التحالف المسيطرة على البحر؟ ما موقف المجتمع الدولي من هذه القرصنة التي تهدد الملاحة الدولية؟ الصحفي خالد العلواني كتب عن الميليشيا ومنهجيتها وفكرها المفخخ بالموت والكراهية، مؤكدا أنها قنبلة قذرة لا يمكن أن ترضخ للسلام. قلتها مرارا وأكررها الآن، ميليشيا الحوثي قنبلة قذرة وجدت لتنفجر، ولا يمكن تحقيق أي سلام معها ما لم يتم نزع الصاعق، ممثلا في الصواريخ والأسلحة الثقيلة التي بحوزتها، ومن يعتقد غير ذلك يعوزه دليل قوي يدمغ كل المعطيات التي تؤكد أن الميليشيا تركيبة ونهجا لا تؤمن بالسلام ولا تسعى إليه. وزارة الخارجية اليمنية أوردت في حسابها الرسمي على تويتر إدانة لما قام به نظام إيران الداعم الأول للإرهاب من تسليم مقرات الجمهورية اليمنية لميليشيا الحوثي. ندين ونستنكر قيام النظام الإيراني الراعي الأول للإرهاب في العالم بالاعتراف بممثل ميليشيا الحوثي الإنقلابية وتسليمه المقر الدبلوماسية اليمنية في طهران في مخالفة لميثاق الأمم المتحدة واتفاقية فيينا وقرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار 2216. مستشار رئيس الجمهورية عبد الملك المخلافي كتب عن نظام ملالي طهران وعن دوره في دعم ومساندة ميليشيا التمرد والإرهاب الحوثية. بدون نظام الملالي في طهران لا يبقى من الانقلاب الحوثي إلا وجه الإمام المتخلف الذي قبره الشعب اليمني في 26 سبتمبر 62، وهو كفيل بأن يقبره في صورته الجديدة. الدكتور رياض الغيلي كتب عن عملية اختطاف السفن الكورية من قبل ميليشيا الحوثي، مؤكدا نهج وسلوك الحوثي كعصابة وقراصنة. هناك فرق بين ضبط 3 سفن بحرية وخطف 3 سفن بحرية، الضبط للدولة والخطف والقرصنة للإصابات.
وجماعة الحوثي عصابة مجموعة كبيرة من القراصنة وقطاع الطرق وخريج السجون الجنائية. محمد صلاح كتب عن التصرف المسؤول الذي يجب على الدولة أن تقوم به تجاه المواطنين في مناطق سيطرة ميليشيا التمرد والإرهاب الحوثية. الشلة التي تدعي أنها تمثل اليمن بينما هي تتصرف بوعي كامل بأنها تمثل جزء من أبناء الشعب فقط، حيث تركت الكتلة السكانية الأكبر من اليمنيين مكشوفة ومعرضة لكل صنوف المعاناة. تأملوا في تعاملهم مع قضية المرتبات وكيف أخلت الحكومة مسؤوليتها عن بقية الشعب ثم تزعم أنها تمثل اليمنيين جميعا. إبراهيم عبد القادر كتب تغريدة عن كيفية تحرير صنعاء من سطوة وإرهاب وجرائم ميليشيا الحوثي. لا تحتاج صنعاء لأكثر من تحريك جبهة نهم المتوقفة بقرار سياسي من دول لا تريد للحوثي أن ينتهي، ويهمها أن يبقى ورقة ضغط وابتزاز لإشراكه في أي حكومة قادمة في اليمن. فقط حركوا هذه الجبهة وأقسم أنها مجرد ساعات والحوثية بحكم المنتهي والقاطع. لكن من يجرؤ على هذا القرار؟ الأستاذة أمت السلام الحاج رئيسة رابطة أمهات المختطفين كتبت عن الرابطة وعن المختطفين الذين يقبعون في سجون الإرهاب الحوثية والذين يدفعون ثمنا باهظا، والذي كان آخرها استشهاد الأستاذ خالد الحيث اليوم في سجون التمرد الحوثية نتيجة التعذيب. رابطة أمهات المختطفين أصبحت رقم صعب رغم الحصار والتهديد والانتهاكات، لأنها تحمل هم أبنائها وحقهم في الحرية وتكشف ما يتعرضون له من الانتهاكات على أيدي جماعة الحوثي والتشكيلات العسكرية المدعومة من الإمارات. الصحفي أحمد شبح كتب عن المعيار الحقيقي الذي يجب أن يكون حاضرا في تشكيل الحكومة الجديدة وفق اتفاق الرياض. مرحلة ما بعد اتفاق الرياض ستتضح ملامحها من طبيعة ونوعية الشخصيات التي سوف يتم اختيارها في التشكيل الحكومية الجديدة. المعيار هو اختيار قيادات كفأة نظيفة وشخصيات وطنية ولاؤها لليمن، أرض وإنسان، ومواقفها ثابتة، لديها استعداد للتضحية والفداء، لا تساوم أو تهادم، لا تركع ولا تبيع. المحلل السياسي تركي القبلان كتب تغريدة على حسابه في تويتر عن ماذا يجب على الشرعية فعله حتى يتحرك الشارع اليمني في مناطق سيطرة الميليشيا كغيره من الشعوب كالعراق ولبنان وإيران لإسقاط حكم الطائفية وميليشيا التمرد. يفترض بالشرعية الآن تنظيم مؤتمر يرفض الوجود الإيراني في اليمن. نعم هي تحاربه عسكريا إلى جانب التحالف، إلا أن المرحلة تتطلب مثل ذلك على أن يكون في أحد المحافظات اليمنية المحررة، ويمثل المؤتمر بشخصيات صنعانية وذلك للضغط على الداخل في صنعاء لتحريك الشارع في وجه مشروع ملالي. الدكتور العراقي لقاء مكي كتب عن كيف كان حال إيران قبل شهرين وماذا عنها الآن. قبل شهرين كانت إيران تعيش في مناخ نصر، اليوم هي في حالة هزيمة، تمددت أكثر من قدرتها وفشلت في تقدير طبيعة الشعوب التي أرادت السيطرة عليها. الصحفي الكردي العراقي شاهو القرداغي كتب عن قادة العراق الذين سلموا قرار العراق وسيادته لإيران. قادة العراق يرددون على مطالب الإيرانيين بمقولة أننا في خدمتكم وكل ما تحتاجونه تحت تصرفكم، بينما يردون على مطالب المتظاهرين بالقتل والقنص والرصاص الحي والعنف. هؤلاء يمثلون الجنرال قاسم سليماني أم يمثلون الشعب العراقي؟ بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية برنامج حديث الصحافة لهذا اليوم، في أمان الله.